أما دكتورة نرمين شريبة أستاذ الغدد الصماء والسكر في جامعة عين شمس ورئيس دايا إيجيبت ل 2019. كان في سؤال من مرضى السكر، كم مرة مفترض إن أنا أقيس السكر بتاعي؟ الموضوع ده يختلف من مريض السكر من النوع الأول أو مريض السكر من النوع الثاني. مريض السكر من النوع الثاني مش محتاج يقيس عدد مرات كتير كل يوم، وحتى كمان مش محتاج يقيس كل يوم، لكن على الأقل كل أسبوع لازم يقيس السكر مرة وهو صايم ومرة بعد الأكل بساعتين، ويقيس دايما لو حاسس بأي أعراض غريبة زي هبوط السكر أو حاسس ببول كتير. في الظروف اللي زي دي لازم، أو أكل أكلة مش مظبوطة فيها سكريات وعايز يتأكد إذا كان ده مأثر ولا مش مأثر، في الظروف دي لازم يقيس برضو السكر عشان يعرف الأعراض دي بسبب زيادة أو نقص السكر ولا لأ. لكن مريض السكر من النوع الأول اللي هو بيستعمل الإنسولين طبعا، ده لازم يقيس السكر أكتر من مرة أثناء اليوم. عادة بنطلب من هذا المريض علشان نتأكد أنه منضبط أنه يقيس السكر على الأقل 6 مرات أو 7 مرات في اليوم. بنطلب منه يقيس قبل الفطار وبعد الفطار بساعتين، قبل الغداء وبعد الغداء بساعتين، قبل العشاء وبعد العشاء بساعتين، وقبل النوم لو كان لسه العشاء بدري قبل النوم، أو في الفجر لو كان بيحصل أعراض في الفجر من وجود سكر. دي بنسميها السفن دوتس أو الـ7 نقط المهمين اللي لازم مريض السكر يقيس فيهم سكره، لأنه مش بنهتم بس إن السكر التراكمي يكون منضبط، ممكن أو السكر التراكمي يكون منضبط لكن السكر يكون بيعلى قوي فوق الرينج وبينزل قوي فوق الرينج وفي النهاية يديني سكر تراكمي كأنه منضبط، لكن في الوضع ده ما بيكونش منضبط ولا حاجة. فدي إجابة السؤال اللي هي كم مرة لازم يقيس. طبعا الكلام ده على الأقل قبل ما تروح لطبيبك لازم تكون قايس القياسات دي كلها على الأقل لمدة 3 أيام. لازم طول الوقت تقيس على الأقل برضو 3 أيام في الأسبوع علشان نبقى متأكدين إن السكر في الرينج المظبوط بتاعه. شكراً.